بشرى. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ أريد منك أن تجيبني، عامل إيه؟ قل لي قلبك أخبره إيه مع ربنا؟ كيف حال قلبك مع الله؟ هذه وقفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. إننا بحاجة إلى تعميق الإيمان بالآخرة بهذه الطريقة. شئت أم أبيت ستموت، وكرب بيد سواك لا تدري متى يغشاك. قد تموت الآن أو بعد ساعة، ولكن أهل الغفلة لا يدرون. الغفلة، أهل الغفلة، رجل الغفلة، قلب رجل الغفلة لا يدري. تجد الأخ عنده مثلا 20-30 سنة، يقول يعني قدامي على الأقل كمان 20-30 سنة. اللي عنده 50 سنة يقول يعني قدامي 10-15 سنة. اللي عنده 60 سنة يقول يعني لسه قدامنا 7-8-10 سنين كمان. هكذا يحسبونها. عمر شيخ فغر قوما ونسوا من يموت من الشباب. الشباب يموتون وأنت لا تدري، الموت يأتي بغتة. ولذلك إخوتي، يقول علماؤنا أن أركان الإيمان بالآخرة: أولا، أن تعلم أنه لا يعلم موعد قيام الساعة إلا الله. ثانيا، أنها قريب. ثالثا، لا تأتي إلا بغتة، واقع حاصل. لو مررت عليكم شخصا شخصا، أخا أخا، فردا فردا، تحب أن تموت الآن؟ قلما أجد من يجيب بنعم. حب الموت أن تكون مستعدا وجاهزا. وأجيبك عن سؤال يدور في خلدك: طب وانت يا شيخ، انت تحب الموت؟ ولا أنا أحب الموت. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا حي يا قيوم، اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق. نحتاج إلى تدريب عملي واقعي إلى حب هذا الأمر، ولن يكون ذلك إلا بالاستعداد الحقيقي له. إنك حين تنزل قبرك لن تسأل ما اسمك وما بلدك وما مالك وما شهاداتك وما مؤهلاتك، لن تسأل عن شيء من ذلك. أول سؤال: من ربك؟ كثيرون هم الذين أعجبتهم الدنيا. قال حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا وزينتها. كم من مغرور بمال، بسيارة، بزوجة، ببيت، بفراش، بمنصب، بشهوات يتناولها ويقتطف منها، وكل هذا لا يساوي شيء. لذلك من صفات أهل الآخرة أنهم يعرفون قيمة الدنيا وقيمة الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. إذا أدخلت أصبعك في البحر، ماذا أخذ الأصبع من البحر؟ هذه قيمة الدنيا بالنسبة للآخرة. قيمة الدنيا بالنسبة للآخرة لا شيء، صفر. لما راودت امرأة أعرابيا فقال لها: إن من يبيع جنة عرضها السماوات والأرض بفتر ما بين ساقيك لقصير النظر بالمساحة. لذلك كثيرون هم الذين يبيعون الجنات. قالت: يا رسول الله، ابني في الجنة. قال: إنها جنات، مش جنة واحدة، إنها جنات تبيع كل هذه الجنات.
بامرأة، بمال، بالنوم، بمنصب، بشهوة، بمعصية. مش عارف انت مطمن قوي كده ليه؟ ايه اللي مطمنك قوي كده؟ مطمئن للدنيا ليه؟ والدنيا قلب الى كل محروم. الايمان بالاخره يذيقك حلاوة الآخرة في هذه الدنيا. كثيرا ما أقول لمن حرم من الأولاد: اللهم ارزق كل المسلمين ذرية طيبة. أقول إذا مت فدخلت الجنة فهناك ستعطى ما شئت، لهم فيها ما يشاءون خالدين. إلى من لا يستطيع الزواج: اصطبر، وهناك فيها ما تشتهيه الأنفس، ما تشتهيه. هذه الشهوات التي أتعبت الناس وأظلمت بها حياة الناس وضل بها الناس، نقول لأهل الشهوات: اصطبر، اصطبر قليلا، ستموت وستدخل الجنة، وهناك الشهوات مفتوحة على الآخر. كل ولا تشبع، وعندك من النساء والحور العين ما أكثر مما تحلم به. فلذلك نقول لهؤلاء المفتونين بالدنيا يزعمون: أنت مفتون بباطل، مفتون بصم. قال سبحانه وتعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إخوتي، هؤلاء الذين يعيشون في الضلالات يتكلمون عن كرة القدم وأسعار اللاعبين، يتكلمون عن الفنانين وعن الفنانات، يتكلمون في السياسة والأحوال، يتكلمون عن الفلوس والبورصات والسيارات، يتكلمون يتكلمون. فإذا ذكر الله وذكرهم أحد بالآخرة اشمأزت القلوب. أما المؤمنون الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. إخوتي، لعلها وقفة تبيت معها الليلة: هل تؤمن بالله واليوم الآخر؟